السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل فيديو بطريقة سهلة جدا. تمام، مجرد ندخل على الموقع اسمه كليب شام وتقول له مثلا انا عايز حاجة مثلا سوشيال ميديا ادز، بيجيب لك تمبليت جاهز، كل اللي عليك ان انت بس تغير بعض الحاجات. تقف هنا يبدأ يوريك الفيديو هيبقى عامل ازاي. انا عايز حاجة بسيطة خالص. تمام، use this template. عايز تغير صورة هتلاقي صورة، عايز تغير كلام هتبدأ تقف هنا وتكتب الكلام اللي انت عايزه. تمام، وفي الاخر خالص روح مسافر الفيديو بتاعك، تقدر تعدل الكلام، تقدر تشيله، تقدر زي ما انت عايز. اهوت الكلام، ممكن looking for the، تقدر تكتب اي كلام انت عايزه وهو يبدأ ان هو يعملوا لك، تغير الفونت لو انت حابب الشكل دوت. عايز تغير صورة تقدر تغير صورة، عايز كريدت دي في اي حاجة من الحاجات ديت، في تبليك كتير موجود جاهز، تقدر تختار اي حاجة وتضيفها على طول دراج اند دروب بسهولة. تقدر تشوف اي ملف صوت عايزه، مجرد بس تسحب وتحط الملف الصوت يظهر عندك هو بالشكل دوت. تمام، بس طبعا هتلغي الملف الصوت القديم عشان مش هينفع تشغل الاتنين مع بعض. فبأبسط طرق بتعمل ملفات فيديو زي ما انت عايز. في حاجات هنا في باك جراوند مجانية تقدر انت تضيفها بالشكل دوت. سوشيال ايمج، عايز تضيف تكست، عايز تضيف جرافيكس وهكذا، كل الحاجات دي تقدر تضيفها، تقدر تعملها فلاتر، تقدر تخلي فيه حاجات شفافة adjust color، وفي الاخر هتقول له export وتقدر تصدر للجودة اللي انت عايزها. بيقولك هو صدر ال MP4 لو انت عايز امبليت معينة او كده. تمام، ده هيبقى بفلوس. تمام، وفي GIF لو الفيديو صغير.